ربنا اكبر واعظم وما وقفناش ولا اسبوع ده نعرفه اكتر من اللي ركبوا الترند على قفايا. منورة الدنيا ومبدئنا كده هو ايه القصه ومفيده يعني القصه والله دينا بنحاول ان احنا ننزل التاريخ بشكله الحقيقي ونعرف الناس تاريخها علشان يعملوا حاضر افضل ومستقبل افضل. امتى حسيت ان في حلقه بركه كده زي حلقه ديانه وبعدها محمد الفايد على طول راح مفلسع؟ والله هي يعني طبعا على قد ما انا زعلت ان الراجل مات، بس لو جينا نفكر في حلقه ديانه هنلاقي ان محمد الفايد مات في نفس يوم موت ابنه، فهي دي يمكن كانت المفارقه التي لا تتكرر كثيرا يعني، فهي مش بركه ولكن هي يمكن حاجه كانت غريبه، مصادفه غريبه. هي مصادفه كمان انك عملتي الحلقه وبعدها كان حسن الحسين ان هو بيخدم عليكي، نقدر نقول الموضوع لسه ما فيها بيخدم على نفسه الحمد لله. المعلومات اللي احنا بنقولها بتبقى قويه وكلها مصدر ثقه بالنسبه للجمهور، فالحمد لله هو بيخدم نفسه بالمعلومات بتاعته. طيب انا بص بفرك قوي، عايز اسال في القصه اللي حصلت بتاعت رأفت الميمي، فهنتكلم فيها. يعني مبدئيا هي قديمه بس يعني شويه كانت مستفزه للناس قوي، وكله بقى ابتدى يقول لك الهبده وما فيها مستفزه للناس التافهه. كل اللي اتكلم في الموضوع ده شخص تافه، يعني اي حد اتكلم على موضوع رأفت الميمي ان انا قلته رفعت ده شخص تافه عايز يركب الترند على حسابي، وفي ناس كتيره ركبته فعلا. انا لا اعبأ بمثل هذه الاشخاص، لانه لما تامر رأفت الميمي يطلع ويقول يا جماعه، وبالظبط انا ما اعرفوش يعني ما كنتش اعرفه خالص، الاستاذه ريهام عياد واضح جدا انه خطا، يعني وهو فعلا باين جدا انه خطا، ضغط شغل وتعب، لكن هل انا ما اعرفش رأفت الميمي؟ لا، ده انا اعرفه اكتر من اللي ركبوا الترند على قفايا. كابوا الترند على قفاك، بتسيبيهم ولا ممكن تطلعي تردي على حد وتديله؟ ما بردش خالص، انا بعمل برنامج ما بغنيش، انا بتكلم، فانا شغلي هو اللي بيرد. لما حد يسيب حلقة مليانة 15 دقيقة مليانة قدر كبير جدا من المعلومات ويمسك في كلمة كلمة أرد على، يعني ده أرد عليه أقول له إيه؟ صباح الخير. طب القلشة اللي حصلت وكله بيقول الهبدة وما فيها، فدي تقول لهم إيه بقى؟ لا ما سمعتوش ولا أهتم، لا خالص. لا ده معناه إنه هو أصلا شخص مش عارف حاجة، لأنه الناس المثقفة اللي بجد مش اللي بتمثل إنها مثقفة ولا رئيس جمهورية الثقافة في مصر، دول بيدخلوا بقى هم دول بيردوا بجد ويقولوا كل المعلومات دي صح، كل المعلومات دي حقيقية. لما يبقى فاروق الباز من اكبر المتابعين للقصة وما فيها، وكل حلقه يبعت لي يقول لي الحلقه هايله، بتبقى ناس كبار جدا، دكاتره جامعه وناس مسؤوله تبعت وتقول الكلام ده. شكرا. واثقه في نفسك قوي ولا عندك سنه غرور ولا ده الطبيعي عشان انا ناجحه؟ لا انا كده طول عمري، يعني انا طول عمري لو ده غرور اوكي، بس انا الحمد لله يعني عندي ثقه في نفسي. برج الاسد، فهو برج الاسد خلقت ربنا كده، لكن الحمد لله بثقه في نفسي عشان انا عارفه انا بجيب المعلومات منين. منين؟ عشان انا بقعد بالايام اجيب المعلومات وابحث عنها واقرا بال15 وال20 كتاب عشان نطلع حلقه واحده. السكريبت بقعد بالثلاث اربع ايام، السكريبت المنطوق بالثلاث اربع ايام اكتبه، فهيجي حد يتكلم؟ بصراحه ممكن انت تلعبي القصه دي بقصد ان انا اغلط غلطه عشان والله في ناس بتطلع تقول ان انا بغلط متعمده، هتعب كل ده واجي اغلط غلطه صغيره عشان اطلع ترند؟ طب وحلقات القصه وما فيها اللي عامله 20 مليون فيو كانوا ايه؟ طب والمعلومات دي كلها، هي المعلومات دي محتاجه ترند؟ معلومات هي اللي بتطلع الحلقه ترند. الناس تدور على معلومات وتتابع حاجه زي القصه وما فيها، ده مش غريب في وسط هزل السوشيال ميديا اللي بيحصل؟ ده كرم ربنا، فضل ربنا عليا الحمد لله. المحتوى محترم، بيحترم عقول الناس، محتوى واعي فالناس بتحترمه، دي حاجه فضل من ربنا. الدحيح بيعلم عليك يا اوقات؟ ملناش علاقه ببعض، احمد صديق وملناش علاقه ببعض خالص يعني في المحتوى برضو احمد محتوى علمي. لا انا بحترم احمد جدا، احمد بقاله 10 سنين، انا بقالي 3 سنين ونص، فلا مفيش مقارنه، هو استاذ الشغلانه اصلا، احنا طالعين كلنا بعده. طبعا يعني طالعين بعده وماشيين على خطاه ولا كل واحد طالع بسكته؟ لا شكلي مختلف خالص عن احمد، طريقه التقديم مختلفه قوي،
صاف حته حلوه قوي، واحنا الحمد لله الحمد لله. انت اللي تقول بقى. لا ده اساس الناس كلها اللي بتقول الحمد لله. عايز اعرف منك اهم انجاز بالنسبه لي كان ايه؟ اهم انجاز في حياتي انا القصه ما فيها ده ابني، يعني ابني الكبير انا بعتبره كده، يعني هو احلى حاجه حصلت لي وهو هديه ربنا ليا سنه 2020، فانا بحبه جدا وانا بحترمه لانه بيحترم الناس، فانا عندي مسؤوليه كبيره جدا تجاه الناس بسبب البرنامج ده. امتى البرنامج ده ورطك؟ ورطني لما اتفهمنا غلط في حلقه حرب اكتوبر، حسيت ان احنا او مش فهمنا غلط، الناس ما اتفرجتش على الحلقه، واعتقد ان الترند ده كان مخلق لاسقاط القصه وما فيها، يعني بس ربنا اكبر واعظم وما وقفناش ولا اسبوع وكملنا وبقينا اقوى كمان.